اتبرع عشان نقدر نداوي قلوب أكتر. مركز أسوان للقلب الجديد، مفتاح قلوب أكتر بين إيديك. مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، من القلب للقلب. الحمد لله حمد الشاكرين، وصلى الله وسلم على إمام الشاكرين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد. مر معنا الحديث في مجالس قد مضت حول ترقي السائر إلى الله عز وجل في مقامات المعرفة بالله، مقامات اليقين التسع، وأن هذه المجالس تدور حول ثمار السلوك، وأن إذا ذكرنا شيئا من شؤون السلوك والسير إلى الله عز وجل فما هو إلا ليكون مدخلا إلى فهم ثمرة المترتبة عليه. ومر معنا الحديث عن مقام التوبة، ثم مقام الخوف، ثم مقام الرجاء، وطال بنا الحديث أو التطواف في مقام الصبر، حتى لعلكم قد احتجتم إلى شيء منه لمتابعة الحديث عنه. والمجلس اليوم عن مقام خامس، وهو مقام الشكر. وللصبر صلة بالشكر، صبر السلوك له صلة بشكر السلوك، كما أن صبر المقام له صلة بشكر المقام. فقد مر معنا أن الصبر على البلاء والصبر على المكاره والصبر على مجاهدة النفس في السير إلى الله عز وجل والصبر على الثبات على الطاعات، هذا من باب ماذا؟ سلوك السير إلى الله عز وجل. كما مر معنا أن الصبر الذي هو المقام إنما هو سكون في النفس في حقيقته، يقتضي ألا يتغير حال الباطن في النعمة والمحنة على حد سواء. كما مر معنا أنها من أخلاق الله، أن الصبر من أخلاق الله، أي أنه لا يمكن القول بأن الخوف والرجاء ولا حتى التوبة من أوصاف الله عز وجل، لأنه لا يخطئ فيتوب، وليس هناك من يقهره أو يحيط بعظمته ليخيفه أو يطمعه، فهذه شؤون تستحيل على الله عز وجل. لكن الصبر والشكر هي من الصفات الكمالية، فهي في أصلها المنزه عن المفهوم البشري من صفات الله التي يخلعها جل جلاله على من أحب من عباده. لله عز وجل صفات جمالية وأخرى جلالية وأخرى كمالية، وكل صفات الله جليل جميل كامل. فالصفات الجمالية يحب منا أن نتخلق بها،
والصفات الجلالية يحب منا أو يرتضي لنا أن نقابلها بما يليق بمقام العبودية، والكمالية يخلع علينا خلعا من تجلياتها، وفي مقام السلوك يتخلق بالكمالية، لكن في مرحلة السلوك تجاهد النفس للأخذ بالصفات الكمالية مثل الحكمة والصبر. لكن عند بلوغ المقام فهي خلعة ربانية تخلع. مر معنا في مجالس مضت من قبل هذا الجزء من المجالس أن الصفات الجمالية كالرحمة والعفو، الله عز وجل رحمن رحيم عفو غفور، يحب من عباده أن يتخلقوا بأخلاقه في ذلك، كما أنه سبحانه وتعالى يحب لعباده أن يرتقوا إلى الحقيقة فيما يتعلق بصفات الجلال. فالكبرياء وصف حسن للربوبية، لكنه قبيح في حق العبد، إذ أنه مناف لحقيقته، لحقيقة الضعف والافتقار، فيقابل بالتواضع، والعز يقابل بالتذلل، والغنى يقابل بالافتقار. فما قوبلت صفات الجلال بما يتناسب مع العبد إلا وخلع الله على العبد نصيبا من نفحات صفات الجلال، فيحيل عجزك قدرة من قدرته، وضعفك قوة من قوته، وافتقارك غنى من غناه، وذلك عزا من عزه. والكمال أو الصفات الكمالية مثل الصبر، سمى نفسه تعالى الصبور، سمى نفسه تعالى الشكور. الشكور مذكور في القرآن، والصبور مذكور في السنة في حديث أسماء الله الذي رواه الإمام الترمذي وغيره. لكني توقفت عند نسبة أو خلعة هذه الخلعة على العباد. وصف الله أيوب بالصبر، وصف غيره بالشكر، ولما أراد أن يورينا بالتفكر المفضي إلى بلوغ المقام، إلى الأخذ بمعنى السلوك والتفكر الذي يوصل صاحبه إلى بلوغ المقام، ذكر لفظ الشكر بصيغة المبالغة شكور، لكنه ذكر الصبر بصيغة مبالغة أخرى تختلف، ليست على وزن فعول، ذكرها على وزن فعال. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. كان من الممكن أن يقول لكل صبور شكور، صبور شكور، حتى تكون فيها، وسيكون فيها أقرب إلى نسق الأذن. لكن لماذا قال صبار؟ لكل صبار شكور. قالوا صابر هذا وصف، أليس كذلك؟ الصبر صفة، والصابر هو الموصوف، لكن صبار وصبور صيغة مبالغة، هذا الذي أصبح الصبر ثابت عنده، ويصبر ويصبر ويصبر. شاكر وصف لحال إنسان، لكن شكور هذه صيغة مبالغة. مثل عندنا صادق صدوق، كاذب كذوب أو كذاب، كذلك صابر صبور وصبار، شاكر شكور. لماذا اختار سبحانه وتعالى لفظة صبار وليس صبور عندما نسبها إلى العباد، واختار صبور لما لأسمائه هو سبحانه وتعالى الصبور الشكور؟ لا تقول للمفارقة، لأنه سبحانه وتعالى سمى نفسه الشكور وخلع على عباده هذا الوصف لكل صبار شكور، لا تقول لأنه الرحمن
تفرد به، لكن الرحيم خلعها على عباده. بالمؤمنين رؤوف رحيم في وصفه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلماذا قال صبار ولم يقل صبور؟ نحن فهمنا الآن الكلام هنا في صيغة مبالغة، لكن لماذا صبار على وزن فعال وليس صبور على وزن فعول؟ هذا كلام في اللغة العربية. هنا الاثنان بمعنى صيغة مبالغة، بمعنى أنه بلغ رتبة عالية في الصبر. قالوا فعال هنا، صبار هنا تطلق على من كان صبره متكررا لكنه مع شيء من التنوع وتباعد في المدد. صبرت على المشكلة هذا وصبرت على المشكلة هذا ثم مشت الأمور، صبرت على المشكلة هذا ثم مشت الأمور، ومشكلة ثالثة ورابعة، يعني فترات متباعدة. هذا يسمى إيش؟ صبار. تكرر منه وصف الصبر وهو أمر راسخ فيه، لكنه ليس في شأن دائم واحد، ليس في شأن دائم واحد. لكن الصبور على وزن الفعول هنا في العادة تستعمله العرب في حق من يطول صبره ويستمر على شأن واحد. هذا أصعب، لأنه لا يوجد لديه متنفس فرج هنا. المشكلة الفلانية هذه مستمرة 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 وهو صابر، مستمرة وهو صابر، حالة معينة هي وهو صابر عليها، صابر عليها، صابر عليها. أنت تخطئ في حقه مرة فيصبر ويحلم، تسيء إليه يصبر عليك مرة مرتين ثلاثة عشر عشرين ثلاثين مئة ألف، غير محدود. الإمهال هنا مستمر مع تكرر نفس الخطأ، لكن الصبار لا، أخطأت معه هذه المرة ثم عدلت خطأك ومشيت تمام، وأخطأت معه مرة في شيء آخر ثم عدلت خطأك. فهنا الفارق الذي حصل بين الاثنين. ولأن طبيعة البشر حتى من استنارت قلوبهم بثمار السلوك والسير إلى الله، حتى من تنوروا بأنوار الولاية، أنه من الصعب عليهم أن يستمر لديهم هذا الوصف الصبورية، صبور. وصفهم الله عز وجل، أو وصف أحدهم بالصبار، لكن لأنها في حق الله عز وجل، لأن هذا الوصف في حق الله مطلق لا قيد له، جاء بالصبور. اتضحت هنا الآن الفرق بين الصبار والصبور. تمام. طيب، ما المقصود بالشكر؟ إذا جئنا نتحدث عن الشكر سيأتي نفس السؤال، أهو شكر الحال أم أنه شكر المقام، أم أنه قبل الاثنين شكر السلوك؟ نبتدئ بشكر السلوك. الشكر في معنى السلوك والسير إلى الله عز وجل هو بذل النعمة فيما خلقت من أجله. مرة أخرى، بذل النعمة فيما خلقت من أجله. تعريف آخر، بذل النعمة فيما يرضي المنعم، بذل النعمة فيما يرضي المنعم. هذا معنى كلمة الشكر، هذا معنى أن تشكر الله. شكر الله عز وجل ليس أن تقول له يا رب لك الحمد والشكر. العرب تطلق الحمد على الثناء باللسان، لكن الشكر لا يكون باللسان، الشكر يكون بالفعل. هذا الفرق بين الحمد وبين الشكر في لغة العرب. الحمد يكون باللسان، الثناء باللسان على الجميل الاختياري، لكن الشكر يكون الثناء بالعمل. ولهذا قالوا أن شكر النعمة هو توظيفها فيما خلقت من أجله، أو فيما يرضي المنعم، فيما يرضي المنعم. من يفعل ذلك فهو في سبيل الشكر، يسير على طريق الشكر. ما الصعوبة في هذه المسألة؟ هل توجد صعوبة؟ قال واحد نعم، واحد ثاني قال لا، اختلفوا العلماء عندنا في المجلس. حقيقة إن وجدت صعوبة فهي منا نحن، ليست لصعوبة ذات الأمر،
بل إن الأمر منطقي للغاية. أعطيت شيئا فتبذله فيما أراده منك من أعطاك إياه، أعطيتك هذا لكذا فقبلت وأخذته، إذن توظفه فيما أعطيته من أجله. هذا الوضع المنطقي بالكلية، منطقي أو وضع طبيعي بالكلية، يعني ما أحتاج تفكير، تلقائي. لكن لماذا فيه صعوبة أن تكون لديك النعمة وتشعر بصعوبة في أن تبذلها فيما خلقت من أجله، أن تبذلها فيما يرضي المنعم؟ لماذا؟ هي من أول الحلقات، هي سبب المشاكل، هي التي تجر الشكل، هي المعاند. عرفتموها طبعا، النفس الأمارة بالسوء هي التي يثقل عليها، يثقل عليها الأمر المسلم به عقلا وخلقا وقيما وفكرا وشرعا. النعمة هذه مالكها واحد، والواحد جل جلاله الذي يملكها ملكك إياها لتقوم بشيء، فتمليكك هذه النعمة مشروط بقيامك بهذا الشيء، أو بأن توظفها في شيء وألا توظفها في شيء آخر. تأتي النفس الأمارة بالسوء المنازعة لمفهوم العبودية فتتأبى على ذلك، هي ما تريد هذا، تريد النظر يذهب إلى حظوظها. نعمة البصر تريدك أن تبذلها في حظوظها، ونعمة السمع في حظوظها، الذكاء والفكر في حظوظها، القدرة الجسدية في حظوظها، الجاه في حظوظها، المال في حظوظها. طيب أنت الآن أصبحت حرا؟ لا، أنت هكذا ستكون عبد لمن لا يليق بأن تكون عبدا له، وهو الهوى، هواك. فلهذا جاء مفهوم التحرير، أعظم الناس حرية في هذا الوجود هم أهل حقائق العبودية لله وحده، الذين انعتقوا من عبوديتهم لأنفسهم وعبوديتهم لمنزلتهم في قلوب البشر وعبوديتهم للمحسوسات إلى أفق توحيد العبودية للواحد. لكن هذا الكلام الجميل ذو النمط الرائق لا يتحقق، لا يتحقق إلا إذا استوعب الواحد منا معنى أن يتخلص من عبوديته لنفسه. أي، فلهذا مفتاح الشكر مخالفة هوى النفس في الأمر. لا، هذه النعمة التي آتاني الله إياها سأبذلها فيما فيه رضوانه جل جلاله، لن أبذلها في غير ذلك. بس المرة هذه، لكن هذا معنى الشكر، وإلا لا يعتبر شكرا، ما أكون شكرت الله عز وجل. تخوض الجهاد هذا وستتغلبك النفس أحيانا، وتغلبها ستحصل المغالبة مرة بعد مرة. وليذكركم في الجزء الثاني من أيها المريد، كانت آخر العقبات في السير إلى الله اسمها عقبة ماذا؟ عقبة الشكر، العقبة السابعة. أي أن نهاية السلوك إلى الشكر، وبعدها تبدأ رحلة ذوق معنى السلوك، معنى رسوخ نور السلوك في باطنك، معنى حيلولة الحال والرقي في المقامات وانفتاح أنوار المشاهد وانبثاق عين القلب الباصرة التي تزيل الحجاب بين إدراكك الذي تدركه الآن والروح التي هي في الأصل لم يغب عنها إدراك العوالم العلوية. إزالة هذا الحاجز بين إدراكك أنت المحسوس والمحدود وإدراك الروح فوق المحسوس ووراء المحسوس والذي ليس له حدود،
كل ذلك منطلقه من الشكر، من الشكر بمعنى شكر السلوك، أي مجاهدة النفس على أن لا تبذل النعمة إلا فيما يرضي المنعم، بالتخويف، بالخوف، بالرجاء، تجديد التوبة كلما أخطأت، بمعاقبة النفس بمجاهدتها بعبادات، بصنوف من العبادات بين قيام ليل وصيام نهار، حرمانها شيء مما لم تقم بحق الشكر فيه، تكون مشتهية لنوع معين من الطعام ذو قيمة غالية وانت قدرت على أن تنال قيمته، لكن لما رأيتها كانت تتفرعن تتمرد عليك في معنى الشكر في جانب آخر، قربها من نيل ما تشتهي حتى تشعر وكأن الريق قد جرى في فمك اشتهاء لهذا الطعام، وخذ هذا الطعام ودفعها ثمنه وأعطه لفقراء أو محتاجين، قل لها ما في، ما في، ما أديت حق شكر النعمة التي قبلها، النعمة التي قبلها بذلتها فيما لا يرضي المنعم، استغفرته تبت إليه وندمت ونويت على عدم العودة وأقلعت، لكن لن أمررها لك، حتى تعرفي معنى الشكر الحقيقي. أما أنا قلت الحمد لله والشكر لله، هذا الحمد، الشكر بذل النعمة فيما يرضي المنعم أو فيما خلقت لأجله النعمة، فلا يزال السائر إلى الله عز وجل في أخذ ورد مع هذه النفس، في إقدام وإحجام، تغلبه ويغلبها، بينهما مغالبة، مرة ها ترجح كفتك مرة ترجح كفتها، وكثيرا ما غلبتني نفسي، ولكن الشيء الذي يطمئن إليه القلب أنها بإذنه تعالى لم ولن تغلب عظيم رجائي في أن ينصرني عليها سبحانه وتعالى. إذا رسخ هذا المعنى في قلبك أبشر، مرة أخرى، مهما غلبتني أو غلبتك في صراعي مسيرة الشكر لا تجعلها قط تغلبك في رجائك في أن ينصرك الله عليها، ولا يغيبن عنك أن هذا لمصلحتها هي أيضا. الأخذ بها في هذا السياق لمصلحتها هي، حتى لو تبرمت، حتى لو لم يعجبها الأمر، تتذكرون قبل حلقات قصة الطفل، هي الذي يريد لعبة مكسورة وهو لم يتنبه إلى أنها مكسورة ويصيح ويصرخ، طب هذه نفس اللعبة وأكبر منها وسليمة، لا أنا أريد هذا الصراخ الذي يفعله. رجعوا للحلقات الماضية حيث أن الوقت قد أدركنا، ولنا إن شاء الله عز وجل لقاء آخر في الحديث عن الشكر بمفهوم الحال والشكر بمفهوم المقام. نسأل الله أن يرزقنا حقائق الشكر. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. قلبي ومفتاحه دول ملك ايديك، ومساء وصباحه بيسألني عليك.